السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم جيت لكم واحد الشيوة، ومرحبا بكم بعدا في شيوة أم سليمان، واتمنى نكون خفيفة على قلبكم إن شاء الله. اليوم جيت لكم واحد الوصفة سود أمريكانا د فينيسويلا، واحد الطرطة كتجي غزالة كتحمق، وتمنيت تجربوها وتعرفوها، حيت كيف كتعرفوا حنا هنا مخلطينها مسلمينها مصاراها كلشي، كيعطيونا مصاحبين مع الناس كيعطيونا الريسيتات، كنعملوهم كيعجبونا كنعملوهم، وبغيت نفرقها معكم وتجربوها وتعرفوها حتى نتوما ان شاء الله يا ربي. عندي هنايا نص لتر د الحليب، ها هو عندي هنايا نص لتر د الحليب د كوكو، عندي هنايا 400 غرام د الحليب كوندنساد، حنا كنقولو كوندنساد الحليب محلى، ها هو عندي هنا 100 غرام د الكوكو مطحون، عندي هنا 100 غرام د مايزينا، عندي هنا واحد العويه د القرفه، واحد مغرفه د القرفه هنايا، واحد شويش ديال المليحه، وعندي هنايا الكراميل. ودابا نمشيو ان شاء الله لطريقه التحضير كيف غنحضروها. هاد الكسويله هادي غنعمل فيها هاد نص لتر د الحليب، هيدا هيدا، وغادي نديه يغلي مع واحد العود ديال القريفه، صافي لا سكر لا حتى حاجه، غنديه يغلي. دابا نكمل لكم هذا الشيء ومن بعد نوريكم كيفاش غنحضر ان شاء الله. هادو هاد الغريرف هذا كلشي الناس عنده في الديور ديالهم، ونتمنى اللي ما عندهمش يعملوا الخلاط اخر، ما كاين حتى مشكل. غنعمل نص لتر د الحليب د كوكو، ها هو كيتباع حنا عندنا هنايا، ها هو. وغنعمل هاد 100 غرام ديال الكوكو مطحون، 100 غرام كوكو مطحون، 100 غرام د مايزينا نشا، ها هي 100 غرام حتى هي. غنعمل هذا 400 غرام ديال الحليب محلى، ها هو حليب نسلي، طيب 400 غرام، ها هو. نتمنى يتساعلي كلشي هنايا، ها هما هاد الوصيفة هادي. باش نفهمكم على هاد الكراميل، هو ماشي في هاد الريسيتا هادي، هما كيعملو جوج مغارف ديال السكر، السكر البني، وانا ما جبرتش عندي، وغادي نعمل جوج المغرفات بهاد الكراميل حيت عندي في الدار، قلت راه نعمل جوج المغرفات حتى هو، ها هو سكر. انا قلبت جوج مغارف السكر احمر هداك البني، ما عنديشي، وعملت جوج المغارف د الحليب طايب كراميل، بدلته. عندي هنايا القرفه مغرفه كبيره ما غنعملهاش كامله، ها هي غنعمل عين نص ديالها، المغرفه صغيره القهوه، هذا غادي من بعد غادي نوري لكم كي شنو غنعمل بها. ورشيشه الملح صغيره، هاي صغيره صغيره. عندي هنايا دابا هذه غادي نغطيها وغادي نديها للماكله نخلطها مزيان، انا غنوريها لكم. عندي هنايا هاد المول، نتوما عملوا المول ديال اللي بغيتو، انا بغيت هذا، عندي هذا غادي نعملوه فيه ان شاء الله، كندهنوه بالزيت وانا غنوري لكم وغنكبوه تما ان شاء الله. ها هو انا عندي كنخلطو هنايا، خصو يتخلط مزيان بزاف، دابا ما عرفتش كتسمعوني انا كنهضر بالجهد. ها هو انا غادي نعملو يتخلط مزيان، اللي تخلط مزيان غنوري لكم، غنكبو على الخلط الحليب اللي عندي فوق النار ان شاء الله. الحليب ديالنا زولت منه العويد د القرفه، ها هو زولته صافي، ملي كيغلي ويعاود كنزول منه العويد د القرفه، ها هو. دابا الخليط ها هو، ها الخليط ديالي ها هو فين هو. دابا غنكبو هنايا شويش بشويش، اللي في هاد الطرطه مزيان خصك ما تحيدش يدك من العافيه. دابا كبيتو كامل، ها هو كرتو كامل ما خليت حتى شي حاجه هنايا، هيدا هو. ودابا غنزيد العافيه شويش على عيب دا يغلي نحيدو، صافي. دابا شنو خصنا يدنا ما نحيدوه شي من هنايا، على قبال عارفين فيها مايزينا مع الحليب ديال الكوكو، الحليب يقدروا يتحرقوا دغيا. انا دابا كانت عندي محنيه على بيد ما طحنت داكشي مع بعضيتو، وبغيت نقص منه شويه، هاو انا كنحركه ما محيداش يدي حيت تبدا تقل، خصك ما تحيدش يدك برا،
وهذا المول هذا اللي هنايا كتشوفوا عندي فيه هذا الشيء. هذيك شاطت لي واحد طريف ديال الباستا عملتها والبارح، وشاطت لي طريف وطحنت شويه ديال اللوز وعملته فيه معاها، وعملت الكراميل خل عجنته بها وعملتها في القاع. هذه ماشي ضروريه، هاد الطرطه هذه كتعمل بحال اللي وريتكم. صافي هذيك غير انا عجبتني نعملها في القاع ديالها، وعملت لها هيداك في القاع. عجبتكم تعملوها عملوها، ما عجبتكش تعملوها الطرطه كيف ما هي كفايه. بغيت زعما نشاركها معكم باش تشوفوا زعما نتا كيفاش غنعملها. ملي تثقل هادشي مزيان نوريكم ان شاء الله. قالت معنا ها كتشوفوها، ها كتعمل هاد البوي بقات هكذا. والله الا لا كنقول لكم الصراحه لذيذه لذيذه، كتجيب الكوكو والحليب ديال الكوكو وديك جوج المغرفات السكر بني. حنا كنعمل جوج الكراميل حتى هو كيزيد يعطيه البنه القريفه. زعما الصراحه كتجي بنينه بنينه بنينه، جربوها وتعرفوها. حتى هما عندهم حاجات زعما الريكو زعما الدادين. دابا صافي تغلي واحد الغليه وغادي نهبطها هنايا. الحق هذيك كتبقى في الكونخيلادور واحد الساعه ساعه ونص، وديك الساعه تخرجها وديك الساعه ملي تزوقها وتزينها وديك الشيء تخليها غير في النبيره، ما كاين حتى شي مشكل. الحق ضروري باش تبرد مزيان، عاد تتبرد على برا عاد داخله للكونخيلادور. تتبرد واحد النص ساعه هيداك على برا منزله، عاد داخله للكونخيلادور فريغو. صافي دابا ان شاء الله عادي نخويها رفينا. صافي هي سالات، عنخويها هنايا، عنشبر هاد المغرفه د العود طفي بعد العافيه، وغنعمل لها هيدا باش ما يطلع لي شي ديك الشيء هيدا، ونكب على هذا هيدا. هما كيعملوا المول صغير، انا عملته كبير شويش، هو كتجي غليطه، انا ما كتعجبنيش غليطه بزاف. حتى صاحبتي كتقول لي علاش كتعملها رقيقه، كنقول لك تعجبني هيدا حسن رقيقه باش تقطعها مزيان، حسن مغليطه بزاف. بالحق نتوما الا عجبتكم تعملوا المول صغير وتجيكم عاليه عملوها، ما كاين حتى شي مشكل. انا مره كنعمل لها هيداك، مره كنعمل لها ديك هيدا قيطات شي حاجه من تحت باش كتزيد تعلى شويش، وكتجي هيدا كبيبره ما كتجيش غليطه بزاف حسن. وكل واحد والذوق ديالو كيما بغى هو وكيما عجباته هو. دابا ها هي عندي هنايا هيدا، دابا غنشبرها ونخليها تبرد شي نص ساعه د المكانه. ملي تبرد عاد ندخلها في الكونخيلادور، وملي ندخلها في الفريغو، ملي ندخلها في الفريغو تبقى شي واحد الساعه ساعه ونص، ونخرجها ونزينها ونوريها لكم ان شاء الله. ها هي الطرطه ديالنا اللي وريتكم، ديال الحليب ديال كوكو ومع الكراميل. علاش ما كنبغيش انا نعملها غليطه، انتم كتشوفوا كنعمل لها الورد ديالنا ديال كريم فريش، الوردات ديال كريم فريش بجوج المغارف، كنطلع بجوج المغارف ديال الكراميل ديال الحليب نيسلي كراميل، كنعمل فيها جوج المغارف وكنطلعها باش كنعطيها الكولور شويش بحال قهوي ذهبي شويش. وفي الاخر ديك القرفه اللي شاطت لي كنخلطها مع شويش ديال الكاكاو مور، وكنرش عليها من فوق هكذا. هي هاد اللي قلت لكم انا ما كنبغيش نعملها كبيره غليطه. الا بغيتو تعملوها غليطه عملوها غليطه، عملوا الدوبلي ولا عملوا المديده في المول الصغير. وفي الاخر ديالها هكذا كتجي، ونتمنى تعجبكم ان شاء الله وتنيل اعجابكم، ونتمنى نكون عند حسن الظن ان شاء الله ديالكم. وكتجي الريكه لذيذه لذيذه، سمحوا لي كتجي لذيذه لذيذه. جربوها وتقولوا لي. هذا التزيين انا كنزين هيدا، نتوما دائما كنقول لكم زينوا خوتي بالطريقه اللي رشقت لكم وكيف ما بغيتو نتوما، واللي جا على بالكم عملوه. انا بغيت نعمل لها هيدا، وانا واخا نعمل وحده اخرى نفس المنظار وعنعد لها واحد الشكل اخر وتشوفوها ان شاء الله يا ربي، ونتمنى تعجبكم. وفي شهيوات ام سليمان ان شاء الله. وما تنساوش تساندوني وتعملوا جيم وتشاركوا معايا وتعطيوا رايكم، وانا تحت الامر ديالكم. ومبيسيتو تهلاو لي فراسكم.